السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. هذا الفيديو عن الطماط، وهذا الفيديو من أهم الفيديوهات اللي يفترض أن تكون موجودة بقناتي على اليوتيوب، لكن أنه انتظرت حتى أنه يجي النبات يصير لازم أني أسوي له ترقيد وأسوي له هالإجراءات هذه كاملة. طبعا الطماط الآن باقي تقريبا حدود 40 سنتي إلى 50 سنتي ويصل إلى سقف المحمية، فانا اضطريت اني انزله واسوي له ترقيد بسبب اني بديت اخسر من الكلسترات حقه الطماط، لانه بدا صار ثقيل، حباته صار ثقيله فبدا يطيح من الشتله او من النبته. طبعا أتكلم عن جميع اشياء اللي تحتاجها الطماط وكيف طريقه العنايه به، كيف تتخلص من الأفرع الإبطية وما هو الأفرع الإبطية، شلون نخلي النبات أو الثمر شلون نخليها أن تحمر على طول مباشرة، كيف طريقة الترقيد، كيف طريقة رجوع إلى المحمية حامل المحصول. كل هذا إن شاء الله راح داخل الفيديو راح أتكلم عنه. أول شيء خلينا نتكلم عن الأفرع الإبطية. ما هو الأفرع الإبطية؟ الأفرع الإبطية طبعا هذه هي الأفرع الإبطية، هذا الساق، ساق الطماط، وهذه الورقة أو التفريعات الأوراق، هذا اللي في الوسط اللي هو الورق، هذا اللي في الوسط هذا هو اللي يسمى الأفرع الإبطية. الأفرع الإبطية لازم تشال أول بأول حتى أن النبات يستمر في النمو ويصعد إلى نهاية المحمية. هذا أهم شيء. طبعا هذا هو، شوف الحين هذا من الأفرع الإبطية، هذا فرع إبطي، خلينا نشوف، هذا في فرع إبطي بس إنه هذا داخل، هذا فرع إبطي، هذا الساق، هذا الساق، وهذا الغصن، غصن الورقة أو الورق، مجموع الورقي، وهذا اللي هو الأفرع الإبطية يشال بالطريقة هذه، يسحب بالطريقة هذه. الآن طلعنا الأفرع الإبطية، هذا أول إجراء نسويه من بداية الشتلة، من يوم هي بعمر أسبوع نبدأ أي أفرع إبطية تطلع لازم نتخلص منه. ما تشيل الأوراق أسفل الكلستر إلا لما يكون كامل النمو، لما يكون كامل النمو نشيل الأوراق اللي بالأسفل، نشيلهم كلهم بالكامل أساس أنه يبدأ بالتلوين. لكن لو خلينا الورق أسفل الكلستر أو أسفل الطماط راح يتلون في وقته، لكن لو شلته من تحت الأوراق راح يتلون أسرع من أنك تترك الأوراق أسفل الكلستر. طيب لو أن النبات مثلا الطماط صار بالحجم هذا، ما نشيل الأوراق اللي تحته حتى تكتمل النمو. أما إذا اكتمل النمو ومسكت الطماط ولقيتها حجمها مناسب، يعني زي هذا الحجم، تشيل الأوراق اللي هو أسفل الكلستر. يلا خلونا الحين نشيل جميع الأوراق اللي تحت الكلستر اللي هو أخذ حجمه كافي، يعني أخذ حجمه كامل. نأخذ المقص الحين ونبدأ نقصص. نسمي بسم الله. هذه نبدأ نقصقص، هذا اكتمل الكلستر نشيل الأوراق اللي تحته، اللي فوق اكتمل نشيل الأوراق اللي تحته بهذه الطريقة. بس أهم شيء أننا ما نشيل، ننسى أو نهوجس وما نشيل الكلستر. هذا الأفرع الإبطية، هذه من الأفرع الإبطية، وهذا من الأفرع الإبطية. خلاص حنا الحين الكلستر هذا والكلستر هذا منتهي النمو حقه، حجمه كويس، خلاص نقص اللي تحته بهذه الطريقة. كذا انتهينا من الشتلة، من الشتلة هذه انتهينا، ننتقل للشتلة الثانية. هذا الكلستر جاهز، يعني ممتاز، نقص الأوراق اللي تحته. هذه طبعا ما لم يكتمل اللي فوقه، خلاص بما ان نخلي هذه بس نشيل الافرع الابطيه. ننتقل واحدة ثانيه زي هذه مكتمله، نشيل الاوراق اللي في الاسفل.
بس خلاص الحين اللي فوقه ما اكتمل، توه الى الحين صغير، هذا ما اكتمل. هذا احيانا يصير الكلستر، خلوا اوريكم الكلستر احيانا يطلع معه اوراق، تطلع معه ورقة، يجب انه بعد اكتمال الكلستر، يعني مثلا هذا، شوف الكلستر هذا مع ورقة، شوفوا هذا الكلستر، هذا واحد، بعدين تفريع كلستر ثاني اللي هو هذا، وبعدين تطلع معه ورقة. هذه الورقة، الورقة بعد اكتمالهم الكلستر يجب انه يقص هذه الورقة بالطريقة هذه، تيجي لما الورقة هذه وتقصها بهذه الطريقة، تخلصنا من الورقة اللي متفرعة من الكلستر. هذه الورقة تخلصنا منها، شلنا. أحاول أدور واحدة ثانية عشان تصير أوضح للشرح. هذه شوف مثلا، هذه كلستر، اكتمل الكلستر وانتهى، ما بقي إلا هذه الورقة. هذه الورقة متفرعة من الكلستر، أخذ الحالة بنهايته وقصه بالمقص. طبعا أفضل شيء دائما بالمقص، لكن أنا صعب علي تصوير وقص بنفس الوقت، لكن خلنا نأخذ المقص. المقص قريب، لأن المقص ما يسبب مشاكل للورقة، يصير أقل ضرر بهذا الطريقة. تخلصنا من الورقة اللي خارجة من الكلاستر، بس ما نقصه لمن يبين تفريعات الكلاستر. الحين حنا الآن قصصنا جميع الأوراق السفلية من كل طماط منتهي نموه، ما اكتمل نموه صغير ما تقص اللي تحته، تخليه حتى يكتمل نموه. خلاص انت راضي عن الحجم هذا، خلاص تجي وتقص الأوراق اللي أسفله. هذه الأوراق تشيلها على أساس أنه يبدأ بالتحمير، يعني الآن خلال الأيام راح يحمر، يعني 3 أيام 4 أيام راح يحمر كل هذا الكلاستر. راح تشوفون هذا كله أحمر الآن، كله الآن المحمية واصل إلى أعلى المحمية. طبعا كم يوم كذا وراح أسوي له ترقيد. الترقيد وشو؟ أني أخليه ينام فوق الدست باكت، خليه بالشكل هذا، يمشي بالشكل هذا، وبعدين يطلع لحامل المحصول مرة ثانية كلها. اللي هنا اخليه يروح يمين، واللي بالجهه الثانيه اخليه يروح يسار، او العكس، اخليه يروح هذاك يمين وهذا اخليه يسار، على حسب ما تجي معك الطماط. اهم شيء ما انه تجي معك. طبعا عندي هذه القمم الناميه، هذه من نوع القمم الناميه، تشال على طول مباشره، هي على حسب محميك وش تجي عليه. الحين الجهه هذه اللي قدام المحميه، اللي قدام عفوا الخليه التبريد، هذا خلي التبريد اللي فوقه النمو حقه قليل، شوف نموه أعلى مني بتقريبا 20 سنتي، لكن شوف اللي هناك اللي بعيد عن خلايا التبريد، شوف باقي تقريبا 30 سنتي إلى 40 سنتي على حامل محصول. انتهينا من المرحلة الأولى، هو قص جميع الأوراق اللي تحت الثمار مكتملة النمو. الآن بالطريقة راح نسوي ترقيد للشتلات أو نفس النباتات كلها، ترقيد على الداش باكت. طبعا أنا بديت الحين بهذه، شوف الساخ رايح بالاتجاه هذا، وبعدين طالع إلى أعلى المحمية وهذا نهايته. هذا كان ملامس للسقف، شوف ارتفاع السقف كان إلى هنا ملامس، جبته وديته هنا، وشوف الحين كم صار تقريبا أكثر من 80 سنتي بعده عن السقف. راح إن شاء الله أرقد كل الشتلات هذه بالتدريج واحد وراء الثاني إن شاء الله. راح أبدأ إن شاء الله بإذن الله بترقيدهم إن شاء الله أول بأول. راح أسحب الحين، أسحب هذا، أفك هذا الحبل اللي هو حامل المحصول، أفكه وأنقله إلى هنا بالمنطقة هذه، بس بشرط أنه يكون نازل الثمار هذا يفترض أنه يصير فوق الدشت باكت. الحين راح أنزله إن شاء الله. تم الترقيد، شتلتين 3 4 5 6 7 8 شتلات تم ترقيدهن. الآن قبل شوي كان ارتفاعه عالي، الآن صار الطماط فوق الدشت باكت بس غير متلامس مع التربة. أهم شيء الثمرة ما تلامس مع التربة، هذه طريقته. بس أهم شيء تحرصون على عدم
كسر الساق، ساق الشتلة، عدم كسره بطريقته بانحناء تدريجيا بدون ما تأثر على الشتلة. راح إن شاء الله أكمل كامل كله. اللي يسأل شلون البداية، كثير من الناس يسأل شلون أبدأ، معين أبدأ البداية وشلون البداية؟ أنك تسحب مثلا، تسحب مثلا هذه، تسحبها، تسحبها وتعدي شتلتين، تعدي ثنتين من الشتلات، تعديهم بعدين تطلعها فوق على حامل المحصول، بعدين يصير عندك مساحة، يصير عندك مساحة تقريبا حدود 70 سنتي إلى 80 سنتي، تأخذ الشتلة اللي وراها وتحطها بالمكان اللي أنت أحدثته، وبعدين تنتقل اللي بعده وتنقله نفس الطريقة، وهكذا لمين تخلص إلى هناك، وتمشي وترجع وتلف مع المنطقة الجهة الثانية المقابلة منك، هم ترجع مرة ثانية هنا حتى أنه يكون. شوف الحين النباتات كيف انزلت، شوف النباتات كيف انزلت، شوف أول وصلة حامل المحصول، الحين شوف، شوف الحين نهايتها، هذه نهايتها طبعا طولية الحين صارت، شوف شلون طريقتها، هذه هي خراقبة، شوف طريقتها نازلة بالشكل هذا، بعدين رايحة، وبعدين رايح نساقها إلى آخر شيء هناك، هذه طريقتها. أهم شيء أنك تحدث مكان للترقيد. شوف الحين المنطقة هذه فاضية، راح أجيب الشتلتين ذول وبنومهن نفس الطريقة كذا، وبعدين أطلعهن إلى حامل المحصول، ثم أمر على كل الشتلات بالطريقة هذه، وصير انتهيت من تنزيل وترقيد طماط. الحين رقدنا كل الطماط، تم ترقيده، الحين راح إن شاء الله نقص جميع الأوراق اللي أسفل الثمار المكتملة النمو. يعني على سبيل المثال هذه مكتملة النمو، يعني لو كانت خضرة لازم خضرة، هي إذا كانت حجمها كبير زي هذه حجمها كبير نشيل جميع الأوراق اللي تحتها. نفس الطريقة النظام كله يمشي عليه، أي طماط مكتمل النمو نشيل الأوراق اللي تحته، إذا ما اكتملت النمو زي هذول صغار ما اكتملت النمو ما نشيل الأوراق اللي تحتها، لأن الورق هو المصنع والمغذي للنبات، إذا قصينا وخلاص توقف، فبدأ توقف عنه التغذية فبدأ يلون على طول مباشرة لو قصيت الورقة، لكن لو خليت الورقة اكتملت عمرها الكامل ثم بدأت بالتلوين. طبعا شلون طريقته؟ طريقته عندي أنا نفس الحامل المحصول، نفس المسافة اللي هنا، نفس المسافة اللي هنا، نفس المسافة اللي هنا، علشان يصير نفس المسافة ما بين هذه وما بين هذه وما بين ذي وما بين ذي، عشان يصير فيه تساوي. عدم اختراب الشتلات أحسن عشان إنه ما تسبب عندك مشاكل بالحشرات. فلذاك الآن خلصت من ترقيد كل الشتلات، تم ترقيدها ولله الحمد، هذا هو اسمه الترقيد للطماط. لسبب الحين، لسبب الحين لو نخلي الطماط إلى نهاية المحمية يعني يلامس البلاستيك، إذا كان في الشتاء راح يلاقي صقيع، وإذا كان في الصيف راح يحترق من قوة الشمس، فلذلك دائما قبل ما يصل السقف أو البلاستيك ذا لازم قبله ب30 سنتي أو 40 سنتي نسوي عملية ترقيد لكل الشتاء. تم قص جميع الأوراق التي تحت الثمار المكتملة النمو. إذا ودك تخلي الطماطم يحمر بسرعة، المسألة الأولى أو الأمر الأول تشيل الأوراق أسفل الطماط، المسألة الثانية ترش بسماد الكبريت، يجي علبة لتر واحد ترشه على طول يبدأ يلون مباشرة، حتى تكون النبات يمضي عليه مثلا أحيانا يمضي عليه 10 شهور، أحيانا 7 شهور، أحيانا 8 شهور، إذا كان الواحد جيد بالزراعة المائية تقعد معه الشتلة إلى سنة كاملة، إذا كان واحد يعني له خبرة في الزراعة المائية تجلس معه سنة كاملة الطماط، خاصة الطماط. وأقل عمر بالنسبة لشتلات هو الكوسة، الكوسة تقعد إلى 4 شهور، 5 شهور إلى 6 شهور الكوسة. بالنسبة للأفرع الإبطية، إذا حبيت تبي شتلة جديدة تأخذ الأفرع الإبطية، إذا كان صار طولها أكثر من 15 سنتي تأخذه وتزيله، وبعدين توديه إلى من مكان ثاني وتحطه داخل الدست باكت، وتجيب النقاط عالية تخليه لمدة أسبوع النقاط عالية. على سبيل المثال هذه شتلة أخذتها من الطماط من الأم، كانت طولة تقريبا حوالي 15 سنتي، أخذته حطيته هنا وجبت النقاط وخليته بجنبه لمدة أسبوع،
بعد ما تأكدت أنه جذرت أبعدت النقاط عنه على أساس أنه ما يسبب عنده تعفن جذور. إذا جذرت بهذه الطريقة تأخذه وتحطه بالمكان الدائم، لكن أنا حطيته هنا عينه على أساس أنه يكون الشرح كامل لا ما ينقصه شيء أبد. بالنسبة لطريقة التلقيح، إذا كان عندك شتلات بسيطة يعني نفس العدد هذا، التلقيح بطريقته بهذه الطريقة، تهزه بهذا الشكل، هذا طريقة التلقيح اللي هو الزهور. أما إذا كان عندك مثلا مشروع كبير تروح لم حامل المحصول، هذا حامل المحصول، تمسكه وبعدين تنزله كذا وتتركه بحيث أنه يهز لك جميع الشتلات جميع، بحيث أنه الاهتزاز ذا يلقح الزهور. هذه الطريقة أساس تلقيحه إذا كنت تبي تلقيح جماعي بهذه الطريقة. أما إذا كان تبي تلقيح لكل شتلة لحالها، بس مجرد أنك تهز بهذه الطريقة تتلقح عندك جميع الطماط. طبعا التلقيح وش يسبب عندك، أو التلقيح وش فائدته؟ التلقيح يصير الأحجام كلها سواء. أما إذا كانت إذا ما تلقح صح كل الشتلات تصير، أو كل الزهور تكون بهذا الشكل. شوف هذا تلقحا بدري وهذه تأخرت بالتلقيح فصارت أصغر حجم من البقية. هذا الطريقة، هذا طريقتهم من البداية إلى النهاية، طريقة التعامل مع الطماطم.